ننتقل الآن إلى التجربة في ختام هذه الجلسة. التجربة هي لسعادة الأستاذة فوزية بنت يحيى الحفاف، وهي معنونة بتعليم وتعلم الصف الأول بمسمى أنا أقرأ وأتعلم بحب. هذه الأستاذة فوزية بنت يحيى الحسن الحفاف، السيرة الذاتية لها هي بكالوريوس دراسات إسلامية مع مرتبة الشرف، معلمة منذ العام 1426، معلمة مادتي القرآن الكريم ولغتي للصف الأول الابتدائي، وسنوات الخبرة هي معلمة خبيرة منذ لها 19 عاما في التدريس. الأستاذة فوزية الحفاف لها العديد أو حصلت على العديد من الدورات وشهادات الشكر والتقدير، ندعوها الآن لتقديم تجربتها. تفضلي أستاذة فوزية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم المنان، خلق الإنسان علمه البيان وأفصح لسانه بالكلام، ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية خير الأنام. حيا الله ضيوفنا الكرام، حيا الله زوارنا وزائراتنا والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وكل الحاضرين من التربويين. تجربتنا من الميدان هي تجربة التعليم والتعلم، أنا أتعلم، أنا أقرأ وأتعلم بحب. هذه التجربة أقيمت لطالبات الصف، كانت الفئة المستهدفة هي طالبات الصف الأول الابتدائي بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالعارضة، مع طالبات تحفيظ القرآن للكعوب، مدرسة تحفيظ القرآن أيضا بطالبات الكعوب، وقد شملت جميع الطالبات وهم طالبات يتميزن بخصائص عدة، وأذكر منها أنهم طالبات من الطالبات التي لم يسبق لهن الدراسة بالروضات الحكومية ولا الأهلية. وطالبات الصف الأول الابتدائي كان من عددهم 17 طالبة، كانوا هؤلاء مناط للتجربة، وهذه التجربة كان زمنها التنفيذي هو زمن التهيؤ والاستعداد في فترة أخذ كتاب التهيؤ والاستعداد في بداية الفصل الدراسي الأول. حققت نجاح كبير هذه التجربة مع الطالبات، وكانت بمتعة التعلم، لم تكن إجبارية للطفلة أنها تتعلم، ولكنها بمراحة العلم واللعب أصبحت سهلة وميسرة لها، وبذلك كسرت الحاجز الخوف من الكتاب الدراسي ومن الكتاب الذي ستدرسه الطالبة. كانت هذه التجربة لها مناط سهل وميسر، حيث أنني هدفت لها في نظرا للأوضاع التي تعتري منطقة الحد الجنوبي، ولا سيما هذه المنطقة التي تعترينا ظروف الحرب، وبما أن الصف الأول هو الصف الأساسي التي تنبني عليه جميع الصفوف الأخرى، إلا أننا سعينا جاهدين كل من يقوم في العملية التعليمية من معلمين ومعلمات، في خصوصا في التوأمة، ونظرا لضيق الوقت وعدم مناسبة الوقت للتعليم الطالب في الفترة المسائية، إلا أننا سعينا جاهدين بكل ما بنا، بكل ما في وسعنا، من أن نعطي الطلاب كل ما نملكه من خبرات تعليمية وسهلة، حتى تكون مخرجاتنا التعليمية مخرجات تعليمية تتحدى الصعاب أمام هذه الأوضاع. كانت من الهدف أنها يستطيع الطالب أو الطالبة قراءة والكتابة، وأيضا تستطيع الطالبة أنها تلم بجميع الحروف الهجائية في وقت قصير، ولا سيما أنه كان سابقا عندما اعترتنا بعض الظروف الراهنة كانت نكتفي بالفترة والفترتين، وهذا مما يعيق علينا يعيق على الطالب العملية التعليمية في السنوات الأخرى التي تنبني عليها، وخصوصا مرحلة الصفوف الأولية. وبهذه التجربة في غضون شهر بالفضل لله، ثم للمشرفين والمشرفات، ثم للمشرفين القائمين الذين حاضروا تلك التجربة وشاهدوها بأعينهم، أنها أصبحت الطالبة ولله الحمد تجيد القراءة والكتابة في وقت قصير، وذلك بأنني جمعت الحروف الهجائية
ضمن عوائل، وهذه العوائل لها ضوابط. فكان ضابط العائلة الأولى لحرف لعائلة الباء أنني إذا وجدت كانت طبعا بالمراحة تأخذ الطالبة مجموعة من الحروف لها شكل واحد متحد تختلف في النقاط. فإذا سألت الطالبة عما يشير هذه، عما تشير إذا كانت النقطة تحت باء، إذا كانت النقطة فوق نون، إذا كانت نقطتين تحت ياء، إذا كان ثلاث نقط فوق ساء. هذا نموذج فقط لعائلة، أما بقية العوائل فهي كانت لها ضوابط أخرى، فكانت سهلة وميسرة في أنها تستجمع هذه الطالبة جميع الحروف الهجائية بكل يسر وسهولة وتستمتع. ولا يخفى عليكم أن الطلاب الصف الأول طلاب ينتابهم الخوف، وخصوصا في المرحلة الأولى أو مرحلة القدوم إلى المدرسة، فأخذنا متعة التعلم كانت بالرسم وتشكيل بالصلصال وخامات البيئة للحروف الهجائية والكتابة على الرمل، مما ساعد الطلاب على حب التعلم واكتساب جميع الحروف الهجائية في أقصر وقت ممكن لهم. وبفضل الله تم حفظ جميع الحروف الهجائية. أما الطريقة الأخرى فقد كانت بالنسبة للحركات فكانت على وسمات الوجه، وكما تظهر أمامكم الآن الطالبة. وكان من أصعب ما في هذه الحركات هي الحرف الساكن، ولكن بحركات الوجه أيضا أخذوا في خلال غضون هذا الشهر أن الطالبة أصبحت تستخرج من رسمات الوجه الحروف الهجائية، فإذا ذكرت لها أين يوجد حرف الدال، إذن بمواسمات الوجه استخرجنا جميع الحروف الهجائية. فكانت بمراحة ولعب كانت تستخدم الطالبة أيضا أسلوب الرسم بعد الانتهاء، لم تكن هناك شيء إجباري لهم، وإنما كانت برضا عن نفس حتى يكسر حاجز الخوف، وخصوصا القراءة وخصوصا في الكتابة. فكان الكتابة الشيء أصعب للطفل، فحينما يمارس الطفل التلوين ويمارس التلوين بكثرة يصبح لديه حب التمتع بالعلم وحب ما إلى ذلك، فأصبحت لديها ثروة معلومية أنها أجادت جميع الحروف الهجائية بجميع حركاتها. أربع دقائق يا أستاذة فوزية. بالنسبة للمهارات الأساسية التي تستهدفها طالبات الصف الأول والتي لا بد من الإلمام بها كانت مهارات حروف المد وما إلى ذلك، وكانت لدينا مدينة المهارات، وكانت هذه المدينة تعتبر هناك فيها منازل صغيرة ومنازل شاهقة الارتفاع، فالمنازل الصغيرة كانت تمثل حركات الفتحة والضمة والكسرة. كانت هناك أيضا المنازل الأخرى للمنازل شاهقة الارتفاع، فماذا كانت تمثل لنا؟ الألف والواو والياء. أيضا كانت هناك إلى جانب هذه المنازل كانت منزل الحرف الساكن مع ما قبله والحرف المشدد مع ما قبله، فكانت بالنسبة لهم متعة لديهم في خاصية التحليل اللغوي، كانت نعطى للطالبة كلمات مفرغة ثم تقوم الطالبة بتلوين هذه الكلمات، التلوين الصوتي. التلوين الصوتي أنها تلون الحرف الساكن مع ما قبله بلون، وتلون الحرف المتحرك بلون خاص به، بمعنى أنه له منزلة وله بيت خاص به. كذلك تقوم بتلوين الحرف المد مع الحرف الممدود، ولله الحمد كانت متعة التعلم في أن جميع طالبات الصف الأول من غير استثناء ولله الحمد طالبات متفوقات، مع جزير الشكر والتقدير لأولياء الأمور واهتمامهم، وأيضا خالص الشكر والتقدير للمشرفة مشرفة الصفوف الأولية الأستاذة معدية، وأيضا من
قامت وحاضرت وناظرت التجربة بعينيها مديرة الشؤون التعليمية الأستاذة ثريا ومجموعة من المعلمات والمشرفات، جزاهن الله خير الجزاء. وهذا كان في صالح طالبات، ولله الحمد أصبح الطالبات الصف الأول تحفيظ يجدن القراءة ويتحدين الصعوب رغم سوء الظروف الراهنة، إلا أنهن طالبات مهتمات ولله الحمد. شكرا 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 جزيلا وشكرا كثيرا لهذه التجربة الرائدة من الأستاذة فوزية يحيى الحفاف. هذه التجربة أنا أقرأ وأتعلم بحب، جمعت بين المعرفة والمهارة والقيم الوجدانية، استخدمت العديد من الاستراتيجيات من أهمها استراتيجيات التعلم باللعب. شكرا للأستاذة فوزية، ونتمنى من الجميع الإفادة من هذه التجربة الرائدة. الآن وصلنا إلى الختام، وقبل الختام كما وعدنا بأن المشاركات والمداخلات ستكون في ختام هذه الجلسة. كم نأخذ يا دكتور أحمد من الجانب النسائي ومن الجانب الرجال؟ مشاركة واحدة، مشاركة واحدة من الجانب الرجالي ومشاركتين من الجانب النسائي، يستاهلون. طيب نأخذ المشاركة الأولى من الجانب الرجالي، تفضل تفضل يا أستاذ. نتمنى من الجميع كما طلبنا أولا، ثانيا نتمنى التزام الهدوء، تفضل يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل محمد حمدي، مدرسة النجامية الابتدائية، مكتب تعليب صامتة. طبعا المداخلة موجهة للأستاذ علي عاكش. بالنسبة للمادة اللي طرحتها مشكور عليها، الخطة العلاجية مهمة جدا لجميع الطلاب ولجميع المعلمين سواء في الصفوف الأولية أو الصفوف العليا. لكن السؤال المهم، عندما أتفاجأ مثلا معلم الصف الثاني الابتدائي عندما يتفاجأ بمجموعة من الطلاب لديهم ضعف في الحروف الهجائية، المعلم كما ذكر الأستاذ علي مقيد بمنهج ولازم يستمر في المنهج. النقطة الأهم هل هي الكم أم الكيف؟ هل الهدف أن الطالب يتعلم حتى لو تأخر المجموعة الجيدة معه، أم أننا نستمر في المضي في المنهج؟ علما أن الوحدات، منهج الصف الثاني يتكون من 4 وحدات كما يعلم الجميع، كل وحدة مكررة تبدأ بنص، طبعا تبدأ بمدخل الوحدة التهيئة والاستعداد، نص الاستماع، النشيد، 3 دروس قرائية وبملحقاتها بالتدريبات تتكرر. أنا أعرف أن الطالب إذا قرأ، الطالب الجيد إذا قرأ في الوحدة الأولى سيقرأ في الوحدة الأخيرة، أتقن مهارات الوحدة الأولى سيتقن في الأخير. وصح. هل أنا أستمر في المنهج وأترك الطالب الضعيف، أم نتأخر جميعا مع الطالب الضعيف حتى يتقن ويعذر المعلم من مكاتب الإشراف ومن المعلمين المختصين اللي يزورون المعلم المشرفين إذا وجدوا عنده تأخر في المنهج؟ شكرا. السلام عليكم. تفضل يا أستاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأستاذ جبريل ومجموعة من الزملاء في مكتب صامتة حضروا معي البرنامج قبل كده. البرنامج أنا لم أستطع أمامكم مع الوقت هذا 15 دقيقة ولا أعرض إلا مقدمة البرنامج. فمن الاقتراحات اللي أنا أقدمها في البرنامج العلاجي أننا لا نزيد أعباء على المعلم بإضافة حصص جديدة، وإنما بعطيكم مثال، يقدر المعلم كم من الوقت يحتاج لعلاج الطلاب. يفترض أنه يحتاج إلى 3 حصص في كل أسبوع، خطته موجود فيها 12 حصة مثلا في الصف الثالث عنده أو الصف الأول 12 حصة، يضع منها 9 لتنفيذ دروسه مع نفس الوقت و3 حصص للعلاج. نحن لا نريد زيادة أعباء الزميل أو تأخيره، نجمع بين الحسنيين.
ننفذ البرامج العلاجية ونحاول السير على المنهج. شكرا. ولكن البرامج العلاجية تؤدي إلى تأخير، وكلما كثفت العلاج تأخرت في بداية البرنامج، ولكن في النهاية سوف تكون أسرع بإذن الله عز وجل. شكرا. شكرا أستاذ علي. تحية أستاذ علي. هذا يدعوني أني ألزم سعادة رئيس قسم الصفوف الأولية بإرسال جميع أوراق العمل لجميع معلمي الصفوف الأولية عن طريق المشرفين بإذن الله، لأن الأوراق ثرية جدا. وأنا أستعد أمام الدكتور أحمد أنه ننفذ البرنامج إذا أخذت فترة أطول لجميع المكاتب، فالبرنامج انتشر، الطلاب لا يقرؤون في الصفوف العليا، انتشرناهم، وتشعر بالسعادة في وجوههم عندما ينتقل إليك طالب. شكرا. ويقول لك أستاذ أنا الآن أصبحت أقرأ. جعل الله ذلك الآن في موازين حسناتك. جزاكم الله خير. جعل الله ذلك موازين حسناتك. ننتقل الآن إلى جانب الآخر، جانب النساء في القاعة الأخرى. هل من مداخلة؟ لا يوجد مداخلة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. عندي اقتراح بسيط يناسب محافظتنا العارضة والتوأمة ووضع التوأمة فيها. عرفي بنفسك أولا. شيمة الودعاني من ابتدائية ومتوسطة القرعة بجبل سلا. تفضلي. التوأمة ومشاكلها كثيرة، ولكن أنا اقترح لو فرغنا معلمة في كل توأمة من معلمات الصفوف الأولية التي تجد في نفسها القدرة على حل مشاكل الطالبات الضعيفات في مدة قصيرة، وتكون هذه المعلمة بدل ما يضاف لها منهج وتدرسه من أول الترم إلى نهايته، تمسك فقط الطالبات الضعيفات في حصص محددة، يكون هذه الحصص في أوقات مادة لغتي، حتى تسحب الطالبات من الفصول لتقديم هذه مادة تقوية لهم، خاصة طالبات ثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي، للعدد كبير لا تستطيع المعلمة أن تعطي علاج لهذا الضعف أثناء شرح الدروس الجديدة للطالبات المقرر عليهن المادة. لذلك أنا أقترح على مكتب التعليم وعلى الجميع أن نفرغ في كل مدارس توأمة مدرسة واحدة فقط أو معلم واحد فقط يمسك الطلاب الضعاف لإعطائهم وتأسيسهم في مادة لغتي وقراءة الكلمات والحروف. اقتراح ممتاز، ولكن لا نسميهم الطلاب الضعاف، وإنما نسميهم الطلاب إن شاء الله المتميزين المستقبل بإذن الله. الإيش؟ الغير متقنين. نعم الغير متقنين. شكرا أستاذ علي. أنا أجيب عن بقية الزملاء، أنا استفيدي ويستفيد الجميع من أوراق العمل، بدءا من ورقة العمل الأولى، استخدام الخرائط المفاهيمية والمنظمات البيانية، أيضا من بيوت الخبرة، استفيدي أيضا من بيوت الخبرة لمعالجة هذا بسيطة دكتور إبراهيم، أيضا من البرامج العلاجية. تفضل. ورقتي متاحة للجميع وجميع أوراق العمل، واستخدموها، وأهم حاجة عندنا نكسب الأجر بإذن الله في مستوى الطلاب. جزاكم شكرا الله. شكرا. أيضا بيوت الخبرة الآن بإذن الله يتاح للبنين ويتاح للبنات بإذن الله عمل هذه الفكرة. في نهاية هذه الجلسة لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علينا وتفضل، وشكرا لمن ساهم في مداخلة. لو سمحت في مداخلة. عيش مدخلي مكتب تعليم صامتة. تفضل. أيضا تنفيذ مشروع المعلم المساند في الصفوف الأولية، وإحنا مشروع في مكتب تعليم صامتة مقام، نتمنى من جميع المعلمات تنفيذ هذا المشروع على حسب طبعا ظروف المدرسة، إذا كان عدد المعلمات يكفي في الصفوف الأولية فننفذ مشروع المعلم المساند. جميل. معلمة تدخل مع المعلمة الأساسية في الصف، طبعا يقومنا بتدريس الوحدات، يقومنا بمتابعة الطالبات، التركيز على الطالبات الضعيفات، متابعتنا أيضا في القراءة والكتابة، إعطائها الوقت الكافي للطالبة. فهذا المشروع صراحة نفذ عندنا في مكتب صامتة وكان له أثر جميل جدا، وخاصة مع الظروف الراهنة، نتمنى أنه يعمم على المكاتب لتنفيذ مشروع المعلم المساند وفق إمكانيات المدارس. أنا أبشرك وأبشر الجميع. شكرا لك وأبشرك وأبشر الجميع
أن الدكتور أحمد ظافر عطيف في كل اللقاءات والاجتماعات يؤكد على هذا المبدأ اللي هو المعلم والمعلمة المساندة في ظل ظروف التوأمة، لأن عندنا كثرة من المعلمين. وشكرا له وشكرا لك، شكرا للجميع. دكتور إبراهيم نصف دقيقة أعد الثواني تام. برنامج علاجي سيسلم لرئيس قسم الشؤون الصفوف الأولية في أستاذ أحمد حكمي إدارة التعليم الأستاذ أحمد حكمي، وسيكون متاح للجميع. شكرا لك، شكرا، شكرا للجميع، شكرا للجميع بكل. كنت سأذكر الأسماء لكن مدام أخذ وقت لن أذكر الأسماء، لكن شكرا لجميع من في القاعة الرجالية والقاعة النسائية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ندعو الآن الدكتور أحمد وتكريم الزملاء، الدكتور أحمد ظافر مدير إدارة الإشراف، تكريم الزملاء على المسرح. الأستاذ محمد عبدو عطية، أستاذ علي حسن عاكش، الأستاذ مفرح عامر مفرح سحاري، كذلك الزميلات في القسم النسائي، تكريم الأستاذة فوزية يحيى الحفاف والأستاذة عيش محمد مدخلي. يعطيكم ألف عافية على ما قدموا. نشكر الدكتور إبراهيم على إجادته في ضبط الوقت، يعطيك العافية دكتور. تفضل.